ديال عبد القادر هو حارس امن اللي كان مجموعه من الشباب الطموحين اللي كيبغيو يكونوا راسهم، ولكن كتواجههم مجموعه من الصعوبات في لا في البيت، يعني مازال ما عندهمش بيت زوجيه، ولا في العمل، يعني شخصيات اللي ما عندهاش سلطه، شخصيات تعاني من تهميش، شخصيات اللي كتعيش خاصه في واحد يعني في واحد الحاله نفسيه، يعني كتواجه الواقع داخليا، شخصيات اللي عندها حوارات داخليه مع راسها، اللي ما عارفاش كيفاش تواجه هذه الحياه الصعبه، ما عارفاش كيفاش تكون مع العائله ديالها، يعني مسؤوليات كبيره، وشخصيات اللي تقدر تغير المسار ديال حياتها في ظروف معينه، بحال مثلا الحقره ولا مجموعه من الاشياء اللي كتهدد، يعني خاصه الناس اللي مهمشين اللي ما عندهمش السلطه ولا ما عندهمش امكانيات. احسن حاجه هو تشجيع الشباب، يعني وتشجيع هذه الطاقات اللي خاصه بغات تغير حياتها وبغات تطور، ولكن خاصها شويه ديال الدعم، وخاصها يعني خاص واحد نوع من الحقوق ولا نوع من الكرامات اللي كتخلي الانسان انه يكون فاعل في المجتمع ديالو، ويكون كيدير واحد الفائده لا للاسره ولا للمجتمع. الشخصيات هي كتدافع على راسها، وملي كنتفرجوا في الفيلم كنشوفوا باللي ما كنبقاوش، يعني ماشي شي حاجه اللي باش 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 نثيروا واحد الموضوع معين ولا واحد العلاقه معينه، ولكن كنهضروا على شخصيات بالطرق فنيه اللي هي اللي معقوله واللي كتدافع على هاد الناس اللي كيعيشوا هاد الواقع. والسينما كنظن هذا هو الدور ديالها، انها تعري الستار ولا تسلط الضوء على امور اللي ما كنشوفوهاش ولا كنتغافلوا عليها، ولكن هي كتبينها بطبيعه الحال بطريقه ديالها اللي شاعريه ولا بطريقه ادبيه احيانا اللي تقدر توصل للجمهور.